ايفيكتيفمون في اللي زي نحكيو اكثر ديما على المسلسلات التونسيه، نحكيو على الاعمال اللي تعديت، نحكيو على ارائكم، على كلامكم، على حديث الفيسبوك، شنو اللي عجبكم شنو ما عجبكمش، شنو اللي تفرجتوا فيه. وهذا طبيعي جدا نلقاو التنبير عند التوانسه، هذه حاجه تعودتوا بها في كل شهر سيدنا رمضان. ضيفتي اليوم ممثله عرفتوها حبيتوها بين ظفرين، سامحوني كرهتوها زاد كيف كيف عام 2009. تتحب وتتكره بالشخصيه اللي تنجم تقدمها في دور سليمه عام 2009 من غادي كانت الانطلاقه. شفتوها في عده مسلسلات، ريناها زاد كيف كيف كمقدمه برامج وكرونيكوز زاد، دونك هذه الحاجه الباهيه. دونك ضيفتي الليله مرام بن عزيزه. مرام صحه شريبتك، شنو احوالك؟ صحه شريبتك بابا، محلى تقديمك وصحه شريبت الناس الكل. يعيشك، يعطيك الف صحة، ونعتذر منك لأني خذيتك من وقتك وأنت تتفرج في مسلسلك. في طبك ولاد الغول. نعرف ماهوش ساهل بشدة تتبع وتشوف شنو زدت وشنو نقصت، وأنا نجي نقص عليك. لا مثال، الحمد لله عندنا يوتيوب. إيفيكتيفمون إيفيكتيفمون. نلقاك السنة. وما نجمش نغيب على السادة المستمعين، السادة يسمعوا صوتي، نعطيهم جديدي أخباري فوالا. باهي. نلقاك السنة أبدعت في دور جيجي في مسلسل أولاد الغول. أولاد الغول اللي كان الأول في التودونس يوتيوب في بعض الأيام. لا جات أيام كان الأول في التودونس يوتيوب، مش الأيام الكل في رمضان. إذا كان يغالى صلاحي المعلومة، يعني في سبع أيام من شهر سيدنا رمضان تقريبا ثلاثة أيام كان ميخو التودونس الأولى. اما تفاجئنا من بعد اللي شان يوتيوب نتاع التاسعه فيها مشكل، شنو اللي صار؟ فيها مشكله، ما رجعت توا هذه سبع. والله ما نعرفش الحقيقه، حتى نسمع في صوتي دوبل نورمال، سامحوني. دونك صوتك سي بون. هكا راديو محلول حتى. هكا سي بون صوتك ما عادش دوبل؟ اي هكا سي بون. تكنيكمون سافا. والله انا زيد استغربت من الاول، خاطر انا ما نشد سيرفيس في الريستورون تاعي، دونك ما نخلطش نتفرج، كي روحت الدار حتى يوتيوب كيما الناس الكل. ما خلطت، ما لقاش الحلقه. كي كلمنا البرودكسيون الناس الكل، سيت افيري كو فما مشكله في يوتيوب مع قناه التاسعه، جو سي با، يعني حاجه من التاسعه ابارامون. دونك عملوا لنا ان لين سبيسيال يوتيوب وين العباد انا جو اون لو بارتاج هكا ديما في لي ستوري، دي كو يل كليك على لو لين يخرجوا لهم المسلسلات منظمه الكل، يعني عندهم في السوق ما يذوقوا كما يقولوا كل شيء بنظام كما في نتفليكس في الدوم لافنين وكل. توا نورمالمون رجعت سافا جو بونس. بفعل فعل صارت الحكايه ولا من عند ربي؟ والله لا نعرف الحقيقه، ما نعرفش، ما نصورش، علاش؟ الناس كلها تخدم على روحها، ما نصورش. صغير راهو صغير، دي بوك صغير. صغير. باهي معناتها تكنيكمون ما عندكم حتى مشكل، الشين موجوده و نورمالمون. انا جا نقول لك انت توا تشوف تدريس للممثله، الحقيقه هذوما امور ما نعرفهمش انا، حتى كي سالت ما عندي صرف ما نعدل، يعني الاجابه ما فهمتش. هاكا شاركت اموا في ال اما انت كمان مرام بنت التاسعه. انا بنت تونس، بنت القنوات الكل، بنت الحوار، بنت التاسعه، بنت الوطنيه، بنتهم الكل. وسنا شفناك بنت التاسعة. ما عنديش القناة يعني خلينا نحكيو على الدور نتاعك. خلينا نحكيو على الدور نتاعك، دور الفتاة الماترياليست. عندي سؤال ليك قبل ما نحكيو على الدور، علاش قلت لي انت توا هكا بنت التاسعة؟ خاطر هذه الفكرة نحب نحيها انا للناس الكل، الممثل راهو ماهوش تابع حتى قناة، يعني الممثل لازم نلقاوه باختو. انا معاك، لكن فما مشكله في القنوات مثلا كيما كانت قبل تصير تمثل في التاسعه مثلا، كي تمثل في قناه اكس ايغريك ما تستدعكش البلاتو، كي تمثل في ايغريك اكس ما تستدعكش البلاتو تيلي، راهو ما يجيش هذا، ما يصير كيف تونس، ما فهمش حتى عالم اخر ما تصير الحاجه هذيا. انت بنت كل القنوات، الممثل بنت الممثل الكل، مش كان انا رانا احنا نخدموا في خدمتنا، هذيك خدمتنا، من بعد شكون يشريها الله اعلم. لكن ما خبيش عليك مرام، انتم عطيتونا الصوره هذه بصفه عامه، ساعات نلقى ولاد الحوار ما يمشوش للتاسعه مثلا، موجوده. انا عطيت صوره اخرى، انا معروفه بنت الحوار، ساعات مش بنت التاسعه، يقولوا لي انا بنت الحوار، خاطر كيما تعرف انا مونتيغ سيتيني فهري، ربي يفرج عليه. امين يا رب. جيت في الحوار وديما كنت في الحوار ونجنقل من بعد التاسعه وطنيه، نسمع حنا بعض، هذاك هو ما تحيرش مرام بن عزيزه، ما تقفش.
الحمد لله يا ربي شدنا في صحتنا باش نجمو نخدمو ونجنقلو كما انت قلت من حاجه لحاجه ان شاء الله. خلينا نحكي على الدور نتاعك، دور بنيه مزيانه ماترياليست شويه برشا شفناك في الدور هذايا. خلينا نفهم حاجه مرام، مشيت عديت كاستينج والا الدور كان مصبوب صبالك انت على قياسك انت مرام؟ الحقيقة هو مدام رفيقة بوزايك كتبت حبت أنا نكون فيه، أما بيان سور تعرف اللي فما مخرج هو اللي قرر زادا. عديت كاستينج مع برشا عبيد مع برشا اسامي اللي معروفين، وفي الأخر الحمد لله يعني ظهرت لي وخذيت الغول اللي هو مش ساهل حتى تعرف في برشا خدمة، خاطر توا مازلنا في البداية راهو مازلنا ماريناش شنو بالضبط. الناس راهو ديريكتومون ماتيرياليست وكل ما مازلنا هنا قاعدين نتفرجوا. دونك عديت كاستينج كيما العباد الكل. المسلسل هذا ما تعدى كان كاستينج، ما فماش بيرسوناج ولا ولا ان كوميديان ما عملش كاستينج. كنا بالكاستينج الحقيقه. مشكل يا كي يقولوا الغول هذا يجم يجي على فلان او الغول هذا يجم يجي على فلان. لا لا، يا يو ان فري كاستينج، ان فري ترافاي دو بريباراسيون قبل. تاع اشهر قبل زينا تصوير بكري داير وكمان تصوير بكري، وان شاء الله يا ربي تكون مربوحه. باهي ان شاء الله تكون مربوحه. صوتي ديما دوبل نسمع فيه. باهي ها مش نحاولوا تكنيكمون الاولاد سي بون الصوت هكا هكا نتصور سي بون نورمالمون نورمالمون ما عادش دوبل. باهي تقلق تقلق اليوم مرام كيف يحكي ويقول لك مرام بن عزيزه بنسبه اكثر من 70% من الادوار اللي خذتها الفتاه الماديه الماترياليست المتسلطة نوعا ما؟ والله ما حاجة ما تقلقنيش، خاطر هو سي ان بيرسوناج أولا، ثانيا كل دور ما يشبهش روحه، كان العبيد تنفتهم الأدوار الكل يشبهوا المعنى، ديك لا ليكتور نتاعهم إلي فوست بور موا غالطة، خاطر الكل ما فماش بيرسوناج لا سليمة تشبه جيجي، لا سليمة تشبه سونيا، لا سليمة تشبه النور، لا نسيتهم لساني برشا جهين زادة في نتاع ممدوح بالعيد المسلسل الكبير، برشا برشا مختلفين. من ابخي العبيد ايزون غاردي ليماج دو سينما وقعدوا يثبتوا في البدايه هي في كل شيء، الوغ كو موا جي جوي بليزيوغ رول كي سون ديفيرون، حتى في سيت كوميك مثلا كي بدلت ما حبيتش نعمل دراما قلت خلينا نجرب تجربه لي سيت كوم ثلاث سنين متعديه وهذوما كيف كيف. انا بالنسبه لي فما اجتهاد ابخي العبيد، كل واحد كيف شكون قراءته راه مقتنعة مقتنعة بالرول الموجود به. احنا راهو شوية مظلومين شوية راهو باغابوغ سا. علاش؟ احنا مظلومين خاطر مالوغوزمون ما فماش لي سيناريو يسون با اسي ما مش حاجة هايلة يعني، السيناريو هو اللي يحكم فيك مالوغوزمون. كي نحكي عليه وعلى زاكتور الكل. ينجم يكون مثلا راهو ديما مدام دليلة مدام نعيمة الجني ديما في نفس البيرسوناج دور المعيدة المنزلية يعني فوالا محليها قد تروح. دونك الغلطة مش من البيرسوناج مش من الانسان ولا اللي يأدي في الدور هذيك، الغلطة في اللي عيط له يقول له يعطيه حاجة جديدة لازم نراوه متنوع، فأنا نحب نراوه متنوع في حاجات أخرى. شنو الدور اللي ترى روحك فيه توا مرام مثلا السنة في رمضان أبار الدور جيجي؟ والله ما الحقيقة نتاع ربي منفرج كان في زوج مسلسلات حاليا. ودور نتاعي ريت وجيجي حاليا. لو انا كاتب سيناريو ونقول لك مرام باش نكتب لك شخصيه على قياسك، شنو هي الشخصيه اللي تتمنى تخدمها؟ مرام تاع سلطه. تاع سلطه وبوليتيسيان، ان بوليتيسيان بوتيتر والا طبيبه والا ما نعرفش والا في ريف والا ايها اي حاجه من اللي تقبل. مون غيف سي لارا كروفت، يعني نعمل دور نتاع ضرب وشعبيك و تنجيز و سي مون غيف، هذا سي فريمون مون غيف، سي دو فيغ حاجه فيها الاكروباتي والحاجات اللي نعرفهم في دي ميتيان. وكانك تحب تقولي بلاصتك كانت تنجم تكون موجوده في الجاسوس مثلا. ما تبعتش الجاسوس الحقيقه خاطر في برشا شعبيك. في دور بنات ولا دور بنات وولاد جوز فيهم تشعبيت. شاي وقتني ليلى مليلة نتفرج في الجاسوس انا. باهي. دونك تو نشوف تو نقول ميلا في الجاسوس دو لطفي لازم يعيط لك. ايفيكتيفمون يظل لازم يعيط لك. باهي كيف ان هذاك هو حتى انا باش نقول له تو لازمته يعيط لك ما يتغشش عليك يظل تقول له ما تفرجش في موجوده في الجاسوس دو ان شاء الله.
دونك كيف راهو كاستينغ المسلسل خلينا نقولها بكل صراحه، اسماء كبيره كما فتحي الهداوي، كما وحيده الدريدي، وغيرهم الاسماء الكبيره، ما نعرفش تشجع ولا تخوف مرام اليوم كي تتحط قدام الاسماء هذيا بكل صراحه؟ كاينا سي ان اونور دو كولابوري دو ترافايي افيك سي نون سي غران نون. يعني فتحي الهداوي مش اول مره نخدم معاه، فتحي الهداوي هذاك خويا الكبير زميلي صديقي، مش اول عمل نخدم معاه، خدمت معاه سوف كي بو ان كور ميتراج قبل يا حسره عندها 10 سنين 9 سنين. دونك فتحي جميل يعني في الدنيا، يعني ما كانش جديد. مدام وحيده دريدي اول مره نخدم معاها، فريمون محليها مراه انسانه عظيمه عظيمه، انسانه عندها روح صدق يعني. والاولاد كيف كيف، حلمي دريدي بور موا اوسي سي اون ديكوفيرت سارة حماشي سي اون ديكوفيرت، ياسمين، نور، فارس، يوسف، الكلهم الكلهم لازم الكل الكل محليهم ولاد جدد محليهم شفناهم، يعني حاجة جديدة. خدموا عطاو ما عندهم، إن شاء الله تكون مربوحة كيف ما قلت لك. دونك وأنا زادة فرحانة ببلاصتي، فرحانة بتخت النجم تاعي، فرحانة بالمسلسل اللي شاركت فيه، العمل يعني، وإن شاء الله ربي معنا. دورك باش يكبر الحلقات القادمة، باش يزيد يتوسع أكثر؟ إن شاء الله. اي هانا نشوفوا نعمل موقع، اي نحب نعرف سكوب بشويه بشويه. هانا نشوفوا في ليفوليسيون بشويه بشويه في الاداء سورتو. باهي عطاني فرصه المخرج. اي حسينه هذايا، ثم برشا دي بلون كانت فيها مرام التخميره نتاعها في الاداء خليك تتخمر، خليني يعطيني المونكادر الحقيقه، يقول لي شحاجته ويقول لي سايب روحك ما خنقنيش. المخرج حاجه كنت خايفه منها سنين الحقيقه، مع سي مراد الشيخ، سي مراد الشيخ كلهم كيما المخرجين كل ميم يعني قد فهمت، هذه تحط ها هوني وهذا هكا ولازم هذا يكون هكا. انا الحقيقه الى ايتي تري كول افيك موا، سيبني ما خنقنيش، وهو فرحان وانا فرحانه، هذاك هو اهم حاجه انا حبيت نعرفها في الاخر. لا شفناك في عمل واحد اخر تورناج اول مره، دونك اول مره نبكي في اخر تصفيقه نتاع النهار الاخراني نتاع التورناج، خاطر فريمون كل سيكونس عشتها بالحق وحسيتها، وان شاء الله الميساج يتعدى. علاش بكيت؟ في كل سيكونس كي نبكي ولا بكيت بعد سيكونس، خاطر بالحق خدمت، خاطر عطيت ما عندي، على خاطر جي لي زيبخاف اللي قاعده تتعدى بها ماهمش سهلين جمله، وباش باش كي وصلت بكيت كي حسيت شحست، لكن ان شاء الله المتفرج يتعدى له نفس الاحساس يا ربي. فوالا برشا برشا مشاعر وانت تحكي على على الدوره نتاعك. خاطر روح مبين، لكن نشوف روح عينيا تنطميت هكا زوز قعابر، روح تقول ونروح فيشله وما عنديش نحكي مع حدا حد، يعني الطاقة نتاعي الكل عطيتها، دونك سي نورمال باش نحكي بأحساس وفرحة وكي نشوف الضحكة توالي في وجهي. تحس فما نضج مرام بن عزيزة بين سليمة وبين جيجية، نحكي في الأداء. علاش تقارن سليمة؟ سامحني تحكي على عمل عنده أفضل. نحكي على أول دور ليك. باهي. ونحكي على آخر عمل ليك، نحس فما نضج كبير برشا. كبير. لا نحكي آخر عمل سامحني توا، ما شاء الله ما زلت على على قريب تكون عندك عمل اخرى. ربي طولي في عمري، حتى ما فهميش عمري، ربي طولي في عمري. ربي طول في عمرك. خاطر عمري نعطي فيه حاجات اخرى اهم من التصوير واهم من حاجات برشا حاجات. ثم نضج؟ اي جو بونس، نضج في العمر، نضج في الفكر، نضج في الثقافه، نضج في برشا حاجات. باهي، قل لي شفناك في عمل واحد بركه اللي هو اولاد الغول، اختيار منك ولا هذاك هو فاش عيطوا لك مرام بكل صراحه؟ لا لا بكل صراحة عيطوا لي في عمل آخر وما كنتش نجم نكون موجودة، ديجا باش نزور باش نصور أونتخ دبارة وزيارة والمسلسل، يفالي فواغ دايغ العبيد أنا وليت نوصل في النهار نسمع كلمة أوه قداش ضعفت أكثر من 15 مرة، عديت 5 شهور أول مرة 5 شهور في حياتي نسيب حياتي ونخدم فيهم أوتون كيما هكا، كي يكون النهار أوف ما عنديش. لنهار نرتاح فيه، لنهار نصبح ريقدة فيه حتى لتسعة ولا حتى لثمانية، نخرج في الجيري نصور، ومن غدوة الأوف يا يتحط في مسلسل يا في برا وزارة. 5 شهور ما نجم نخدم فيهم في حتى آخر، حتى خدماتي يعني أون طون فاسون مونتربرونيغ طيبتهم شوية نتسمى، تلهيت كان بزوز عملي روما. وكي تتفرد في برشا حاجات ما تنجحش،
لازمك تختار زوج حاجات كبار كيما نقولوا انا من الباب الكبير ونركز فيهم هما. هذاك كان اختياري سي شوا وكانوا عندي دوتر بروبوزيشن على الحقيقه. هو كلامك صحيح وانا نعرف هذايا ولكن المعلومه اللي عندي انه البروبوزيشن اللي جاتك هي من قناه منافسه لقناه التاسعه. وهذا قد يسبب احراج ما نعرفش اذا كان اليوم ما فماش مشكل. ما فماش مشكل. لا ولا جمله بالعكس هاني ان شاء الله الجمعه الجايه في تلقاني تمشي ما عندي حتى جمله. شنو عندك في الحوار الجمعه الجايه؟ اكثر انسانه تضرب بالبونيه على حكايه القنوات هي انا واول وحده تكلمت وقالت راهو الممثل لا ينتمي الى حتى قناه راهو ما يجيش هكا خاطر احنا ساعات يسبونا في لي كومونتير وكل وقديكش قناه بتجيز ودرش ما يفهموش العباد راهو مش هكاك تصير الحكايه فهمت ما عندك في الحوار الجمعه الجايه؟ في الحوار باش نحكي على مسلسل اولاد الغول في الحوار. باهي سي بيان محلاها الديمقراطيه في قنوات التلفزه. شفت ولا اي محلاها لازم هكا تكون في القنوات الكل. كي يسمعوا فيا بربي يخليونا رايين خليونا على راحتنا. باهي ثم حاجة عجبتني فيك مرام وهنقولها أنا ما عجبنيش العجب عادة لكن بالحق عجبتني زيارة ونيارة. شفنا دبارة وزيارة سامحني دبارة وزيارة سامحني دبارة وزيارة حاجة مزيانة برشا محتوى قريب جدا كانت فما فما التوازن مع الأنيقة جميلة بالي شفنا حاجة مزيانة برشا بيناتكم الأم جميلة بالي أمنا الكل محلاها ذكريات كبيرة برشا مع جميلة بالي رحني قشعر والله إن تخي تخي بال إكسبيريونس باغمي لي بلو بال إكسبيريونس دو ما في سي لينيسون دبارة وزيارة ولا ديكوفيرت نتاع أمي جميلة هذيك ما عادش يعني بالنسبة لدبارة وزيارة يجي يجي نهار وتوفى أما عليق يجيني أنا وياها إلى مدى الحياة ربي يطول في عمرها ويسد لها في صحتها على خاطر تعبت برشا برشا امي جميله في التصوير ويسد لها بوليداتها تحيه كبيره لها وخاصه من غدو الديوان اللي هي معاكم هاي هاي ولا لا ماهيش برنامج اولاد البلاد اولاد البلاد نبوسها برشا وكانتني من احسن ليكزيكسبيريونس من احسن البقايا عم تشتريهم في بلادنا ومعرفه بلادك ما تشتريش بفلوس الدنيا يا خويا محليه اللي تحكي فيه لكن تفاجئنا بالتصريح نتاع مريم بن حسين حول سرقة فكرة البرنامج قالت انه المحكمة انصفتها وحكمت معاها رغم البرنامج موقفش شنو الحكاية بالضبط مرام خلينا نفهم قلتها بفمك الحكاية البرنامج موقفش دونك ولا ما نعرفش شنو هي الحكاية وتوا اليوم سمعت قالوا لي مرام مريم بن حسين تعمل شنو في البرنامج نتاعك نفس القاعة اللي مشيت لهم نفس الميكرا اللي مشيت لهم نفس الناس نفس الجيمة ربي يعينها ربي يجيبها في السويب وربي كل واحد يكتب له في رزقه هذايا يعني لو كونسيبت عمل يعني تخدم مع تخسك اكثر تخسك عمل لا مش نفكروا العام بيان سور يعني في سونبر نفكروا العام البرنامج كمل بون ما كملش لا بروميير بارتي كملت وكمان نطوروا وعمره ما وقف في البرنامج وتوا هكا يتعدى هذايا فرحت بيه ديجا مع صحري بحري الكلام هذايا دونك ما نعرفش علاش مريم بن حسين تقول هذه الفكره فكرتي انا؟ علاش ما تكلموش مريم بن حسين وتسالوها؟ نحب نفهم تحب تقنعني مرام انك ما صارش تليفون بينك وبينها الى حد هذه اللحظه؟ جمله وراك خويا جمله والله وربي شاهد وفصلت جمله ما صارش ما نعرفش علاش نلتجئوا للقضاء وبالرغم انه كانت تنجم تكلمك ديريكتومون؟ لا ما كلمتنيش مريم بن حسين عم فوفعه كبيره وحدها وما نعرفش ربي يعينها كان عندها الحق ربي يعطيها حقها كي ما عندهاش الحق يظهر الحق يا خويا هذاك اش نجم نقول ما كلمتنيش وما وينك في البرنامج في رمضان ماري في البرنامج دبارة وزيارة وينك؟ الكونسيبت تبدل ماري تو زيارة صعيبة في رمضان مش سهلة خلينا بارتي سود باش نخدموها دونك ما حبيناش نحكروا السود قلنا نكملوا ما دام رمضان والناس يحبوا الكونسيبت كوجينا وكل شيء كمل امي جميله الكوجينه ولي زاستيس نتاعها وتتعيط الشيفين وكل لي زانفيتي شيف وان شاء الله نرجع للزياره نتاعنا بيانتو ثم ربي كي نرجعنا ثم موسم اخر قدر ان شاء الله كاين ثم موسم باش نكون موجود فيه اكيد كاين يعني تفهمنا بيان سور خاطر تعرف اللي انا ما نعيش في تونس وكاين البروجرام يتنظم ويكون بيان اورغانيزي باش نجي نصور من المده هذه للمده هذيا ونتفاهموا بيان سور نكون موجوده في الموسم الثاني اللي فيه الخير ربي يسهله. باهي اللي عجبني فيك اللي انت مقتنعه اذا كان اليوم رزقي مش عند هذا عند
عند حد اخر ما تقفش العجله. اكيد بيان سور ما تعلمت وهذيك هي ما تقفش العجله تلقاني انا ندور في عجله اخرى وقتها. كيما العجله اللي موجوده عندك باش نحكي شويه على البزنس ونا من برشا راهو الفنان زاد من حقه انه يكون عنده البزنس نتاعو. ريستوران امك حوريه. حوريه. متبع فيك على الانستغرام. اما رينيك متغشى. عندي خدمه جديده ترى خطا غطا عندي خدمه جديده في ريستوران امك حوريه. مثلا. أبغى الغش. راه طلعها ولا ليه مادامك تبعها؟ لا انا شويه مش برشا راني مانيش فان برشا من الانستغرام. قالت لك حد ماكش فان برشا انا من الانستغرام مش جوي برشا مرام. وليت خدمه عندي خدمه جديده ماك الغش هذيك والتسكيره اللي صارت وتخلويز اللي عملوا فيه بالنسبه ليا يعني على فكره تعرفين من زمان هذوكم يعني تعرف اللي نحن الخواص اللي في لي ريستوراتور خدمتنا في رمضان ما شاء الله ربي يزيد بفضله وخير ويزيدنا في رمضان الحقيقه الشهر الوحيد في العام هذاك اللي نخدموا فيه الحقيقه نتاع ربي اللي نجموا نكونوا فيه دونك فات 19 هذيا اللي عملوها كراها ما تتحركش وعلى ساقيهم وكل فهمنا اللي كان سي ان كونفينمون مي اوترومون دي انا سي ان ديتورنمون بور موا بور لو بور دير كو سا دو اتر ان كونفينمون جينيرال تغششت بيان سور عطيت راي وقلت لي ريستوراتور ما يسكتوش هذا من حقي اما اكتشفت بلي الخدمه الحمد لله الرزق مازال موجود ربي مازال عاطي بخيره نعمل في دي ليفريزون وانا وليت نلفت سي بيان دونك جو في لا ليفريزون يعني ابار لي ليفريزون يعني اللي معروفين كيما يصيروا جوميا واحنا عندنا نو ليفغ انا شخصيا وليت كرهبتي هز الميكرو ونمشي ليفري للعبيد عجبتني الخدمه وفرحانه على الاخر نتصور حتى كان واحد ما يعنوش بالشاكل كيفاش تجيبها له مرام بن عزيزه واللي ياكل معناتها يمكن بيكش اون توكا اللي ريتهم اليوم كي يهبطوا يهزوا الماكله وكل فرحانين على الاخر انا راهو الغيستو اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله نقول لك ثلاثه مرات والله ابار الخدمه والرزق الحقيقه كي نشوف قداش نولي نعمل اصحاب ونعرف عبيد ونتعرف على عبيد نحب الجو ذيك نحب الكونتاكت وكل اما كهو خير عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم اختانا من المرض اختانا يا خويا بالك جبت مصلحه وكهو هاني اقتنعت في الاخر تفكر تعمل كاليس ليفري بي حتى انت لي كوموند بتاعك ليونيتك والله مش كاليس اما فكرت في حاجه اخرى ما مش كاليس قال تراه مثلا يزيني تعبت نحب راح نشق فتره كي لعبت في الدار الحقيقه فكرت انه نعمل كرهبة فيها الماكله وندور ومانيش نعمل ليفغيزون للعبيد للعبيد اللي تحب تكمنزي بالفلوس حبيت يعني ندور في الشارع نرقى البوليسيه اللي نلقاه في الشارع نعطي الماكله وبديت اليوم قاعده تصير الفكره؟ اي بديتها اليوم الحقيقه هذه يعني حاجات خاصه يعني نتاعي هذيك هي فكرتي يعني بالنسبه لي جيت باش نقول لك اللي خير لي من نعمل كاليس ونمشي نقعد نبيع وكل قلت لك نحب راح شق فتري مع عائلتي وما نعمل تاخير وراح شق فتري مع عائلتي وكا القنوعه تم القناعه مقتنعه باللي تعمل فيه مرام الحمد لله يا ربي سعيده يزيدنا في الخير ويعطينا ما نتمناه والحمد لله يا ربي والله العظيم سعيده اليوم مرام الحمد لله فرحانه اللي بصحتنا بخير اللي دارنا بخير اللي الحمد لله عايشين خير واقل من غيرنا الحمد لله شكرا لك مرام بن عزيز يعطيك الف صحه يعيشك كنت معايا الليله يعيشك احلى لي زون بوزيتيف بعثتهم لي يعيشك يا مرام انت زاد ربي يوفقك ربي نشرك يعيشك محليك ونسلم على العباد الكل اللي تسمع فيا ونقول لهم ان شاء الله رمضانكم مبروك ان شاء الله ربي معانا الناس الكل امين ننسالش تعاون تعديوها قدره ربي باش نتعديوها وكهو شكرا ميرسي مرام يعطيك الف صحه يعيش خويا ميرسي عايشك مرام بن عزيزه كانت ضيفتي شكرا باي باي.